لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سبب خروج سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة. السبب في ذلك أن آدم خالف النهي الذي نهاه الله تبارك وتعالى، لأنه أعلمه بالمنع من أكل الشجرة وحده من أشجار الجنة، وأباح له ما سواها، فوسوس الشيطان له ولحواء أن يأكلا منها، فقال لهما ما أخبر الله تعالى في القرآن: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. سورة الأعراف الآية رقم 20. فأكل منها فأخرجهما الله تبارك وتعالى من الجنة، وكان ذلك قبل أن تتنزل عليه النبوة والرسالة، لأنه إنما نبئ بعد أن خرج من الجنة فتاب من تلك المعصية، ولا تعد تلك المعصية معصية كبيرة. قال الله تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. سورة طه الآية 122. ثم بعد خروجهما من الجنة تزوج وتناسل، فعلم آدم أولاده أمور الإسلام، فكل ذرية أبينا آدم عليه الصلاة والسلام كانوا على الإسلام. ثم بعد سيدنا آدم نبئ ثم بعد نبوة آدم عليه السلام نبئ ابنه شيث، ثم بعد وفاة شيث نبئ إدريس عليه السلام. ثم كفر بعض البشر بعبادة الله الواحد الأحد، ثم عبد الأصنام، فبعث الله تبارك وتعالى أول رسله إلى الأرض، وهو سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. فبعث الله الأنبياء بالتبشير لمن أطاعهم بالجنة، والإنذار بالنار لمن خالفهم بعبادة غير الله تبارك وتعالى، وتكذيبهم مما ابتلى به آدم وحواء بعد أن أكل من الشجرة، أن نزع عنهما لباسهما وانكشف لهما سوآتهما، فتفقا يلصقان عليهما من ورق الجنة، وكان لباسهما الذي كان عليه من نور. وقد دل القرآن العظيم على أنه كان عليهما لباس. قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. سورة الأعراف الآية 27. ثم بعد أن نزل إلى الأرض علمه الله تعالى أسباب المعيشة، فأنزل له القمح وعلمه كيف يبذره وكيف يحصده وكيف يعمل للأكل، وعلمه النقدين الذهب والفضة، فعمل الدراهم والدنانير. فآدم عليه السلام له فضل كبير على البشر لما له عليهم من حق الأبوة وتعليم أصول المعيشة، فلا يجوز تنقيصه، فمن نقصه أو أنكر رسالته فهو كافر. تنبيهه: لا يقال طرد الله تعالى من الجنة أبينا آدم عليه السلام، لأن هذا اللفظ فيه تحقيرا لسيدنا آدم عليه السلام، بل يقال هبط، كما يفيد نص القرآن الكريم مدة إقامة آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة، واليوم الذي خرج فيه من الجنة. اختلف العلماء في مقدار مقام آدم عليه السلام في الجنة، فروى الحاكم في مستدركه أن آدم لم يمكث في الجنة إلا ما بين العصر إلى الغروب، والأقوى أنه مكث 130 عاما، ولا يتنافى هذا بالنسبة لتلك الأيام الست
أن يكون أدرك فيها 130 عاما، ثم أكمل 1000 في الأرض. يفهم ذلك من بعض الآثار، وقد ورد أن اليوم الذي أخرج فيه آدم عليه السلام من الجنة وهبط فيها إلى الأرض كان يوم الجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه الإمام مسلم والإمام أحمد. وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.